واللي بيشانسن قبل ما اولد كمان هي يعني هسه احط اسمك ووقع خاص خالص هي كله نفس الشيء كله فاكن بوجوزه بس كانوا عايشين حياه صعبه صعبه جدا جدا يعني اكره شغله للانسان انه يتراقب وين من راح ويضل خايف من كلمته ويفكر انه كل شيء له آذان وبيوصل للحكومه مشان يوصلوا على السجن لهيك كان حياتهم كلها مرعبه بمرعبه صح بس شغل ونوم شغل ونوم شغل ونوم وما في حريات خالص وبعد هسه اخر شيء يوم يطلع اخر شيء يعطونك هناك شهاده حسن سلوك بعد ما انتاك طيزك هون